مشاهدينا الكرام اهلا بكم. التاريخ تيمة حاضرة بقوة في فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته الحادية والعشرين. هذا الفضاء الكبير المنفتح على كثير من النوافذ، نوافذ الأسئلة سواء للأجيال القديمة أم الأجيال المتعاقبة. سنحاول أن نضيء حول موضوعين مهمين في سياق كتابين تجدوهم في الصالون الدولي للكتاب. الأول متعلق بالعقيد محمد شعباني بعنوان الكلمة الأخيرة للعقيد محمد شعباني إلى الشعب الجزائري. هذا المؤلف الذي جمعه وحققه البروفيسور نور الدين زمام الحاضر معنا في هذه الدردشة على هامش الصالون. أيضا يحضر معي الأستاذ أمين بالعمري وهو الصحفي والكاتب والمشرف على منتدى جريدة الشعب. الكتاب هو ترجمة من أجل الجزائر وفية لتاريخها ومفتونة بالمستقبل للبروفيسور شمس الدين شيتور. إضاءات تاريخية منفتحة كما قلت على كثير من الأسئلة. خليني نبدأ منك بروفيسور زمال. العقيد شعباني يبقى دائما شخصية جدلية وشخصية تثير الكثير من الأسئلة، لا سيما ما تعلق بظروف وفاته، أو بين قوسين ظروف ما يعتبره كثير من متابعي التاريخ اغتياله. عندما يخرج كتاب حول شخصية محمد شعباني أكيد أنه كتاب منتظر ومحمل بكثير من الأسئلة. ما الذي يهدفه البروفيسور زمال من خلال إصدار هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا كما قلتم يعني شخصية تثير الكثير من الجدل، ولذلك لابد على أي باحث أن يساهم في إثارة هذا، يعني في انتهاء هذا اللبس وفي انتهاء هذا الجدل، وذلك بتقديم الحقائق للناس على شكل كتب وعلى شكل مقالات ومحاضرات. فهذا الكتاب يريد أن يحمل إلى الشعب الجزائري خطابات هذا الرجل، تصور هذا الرجل، ما كتب هذا الرجل، ما قال هذا الرجل، حتى يعرف كل شخص منا يكون مستقل في رأيه ويعرف بنفسه ماذا يريد هذا الرجل، ماذا أراد هذا الرجل من الشعب الجزائري. وفي نفس الوقت السؤال الأساسي، هل كلمة هذا الرجل سمعت بشكل صحيح؟ وهل ما زال ترن في أذان الناس؟ وماذا يجب حيال هذه الكلمة؟ جميل، في النهاية هي كلمات توثيقية جمعها البروفيسور زمام في كتابه، سنتحدث عنها بالتفصيل. لكن قبل ذلك نقف عند كتاب من أجل جزائر وفية لتاريخها ومفتونة بمستقبلها، يعني هناك قراءة للتاريخ واستشراف للمستقبل من خلال عمل البروفيسور شمس الدين شيتور المترجم من طرف الأستاذ أمين بالعمري. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أريد أن أغتنم هذه السانحة وهذا البلاطو لكي أهنئ الشعب الجزائري بعيد الثورة أو مرور 62 سنة على اندلاع ثورة نوفمبر المظفرة. فيما يخص هذا الكتاب الذي سوف يتم غدا في بمناسبة الصالون الدولي للكتاب وتحديدا في الجناح المركزي في فضاء دار الحكمة، سوف يتم توقيعه بالإهداء من طرف البروفيسور شيتور على الساعة 2 بعد الزوال، وهذا وسأكون حاضرا كذلك معه. فيما يخص التاريخ، أعتقد أننا بما أننا في محطة مفصلية من تاريخ الجزائر وهي ثورة أول نوفمبر 54، أعتقد أنه آن الوقت أن نضع استراتيجية واضحة لكتابة التاريخ وخاصة تاريخ الثورات الجزائرية، لأننا نعيش فترة نهاية جيل كامل، نهاية الجيل الذي قام بالثورة، لأن أغلب المجاهدين، أصغر المجاهدين على اليوم سنه على الأقل 75 سنة. لابد أن نغتنم حياة هؤلاء المجاهدين الذين قاموا بهذه الثورة لكي نوثق أحداث تاريخية هامة نتركها للأجيال حتى نقطع الطريق أمام الإشاعات، أمام الدعاية، أمام التزييف، أمام كل ما من شأنه أن يسيء إلى هذه الثورة. بالحديث عن الأجيال، كيف يتعاطى البروفيسور زمال وهو من جيل المستقبل أو جيل الاستقلال عفوا مع وثائق تاريخية وشهادات وخطب على لسان واحد من الذين صنعوا الثورة وغادروا هذه الحياة بعد أشهر قليلة من الاستقلال؟ طبعا جزء من شبابنا عنده اطلاع
عما كتبه الرجل وما قاله الرجل وغيره يعني، ويتعامل معها بروح الباحث وروح الوفي لوطنه. جزء آخر طبعا غير معني بهذا الكلام، ولكن نتمنى احنا الجزء الآخر من الشباب الذي لا زال يعني لم يستلهم بعد روح نوفمبر ولم يطلع بعد، نتمنى أن هذا الشباب من خلال منظومة التربية، من خلال التثقيف المستمر عن طريق قنوات خاصة قناتكم يعني، نتمنى هذا الشباب أن يعي أن الخطاب ويعي أن هذه الثورة ثورة عظيمة جدا، وأن ما كتب وما قيل راه في الحقيقة راه صنع، راه يمكن أن يصنع حضارة ويصنع أجيال أخرى مهمة جدا. أن هذا الكتاب في الحق هي مساهمة بسيطة فقط مني أنا أنني أوصل إلى الأجيال خطاب يحمل مضامين معينة، يحمل روح رجل أراد أن يعيش لبلده، رجل ذهب نتيجة هذه الروح الطيبة التي أرادت الخير لكل الناس وليس لأفراد من دون غيرهم. كل إنسان يطلع هذا الكتاب يحس أن هذا الرجل كان يعني كان يريد أن تكون الجزائر للجميع. هل تعاطيت بروفيسور زمال مع هذه زمامة. بروفيسور زمام أكيد مع قضية البروفيسور شعب قضية الشهيد محمد شعباني بمعطى تاريخي أكاديمي أم بمعطى عاطفي؟ في الحقيقة العمل الخطب هذه تعملنا معها شيء، هي هذه الخطب جاءت بعد جهد مضني كبير قامت به العائلة، عائلة عبد الرحمن شعباني وعائلة شعباني، وهذا العمل يعني لا أنكر جهد جمعية شعباني للتاريخ واللي أنا عضو فيها في الحقيقة، أنا أمين عام لهذه الجمعية تحت رئاسة عبد الرحمن شعباني، قمنا بمجهود. هي العاطفة هي التي تحرك الأكاديمي هنا. طبعا هو لا نستطيع أن نعزل العاطفة عن أي عمل علمي يعني، ولكن للأسف الأساس أن لا تتحول إلى منظار يحجب عنا الحقائق أو الوقائع الموجودة يعني. فالباحث يجب أن يتحكم في عاطفته، ولكن الذي يبحث ببرودة أنا لا أظن أنه سيصل إلى نتائج مفيدة. في النهاية نحن نتحدث عن كتابة التاريخ، نعم. سواء كان باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، معنا نموذج لترجمة كتابات البروفيسور شمس الدين شيتور التي تتعاطى أيضا مع جزء كبير من تاريخ الجزائر المستقلة. كيف تعامل أمين بالعمري مع كتابات شيتور، خصوصا وأن أسئلتها تتمحور حول قضايا حساسة تاريخية وسياسية أيضا؟ على كل حال أنا لست مختصا في الترجمة، ولكن لدي سوابق في ترجمة بعض المقالات على جريدة الشام. فيما يخص الطريقة التي تعاطيت بها مع مقالات بروفيسور شيتور، بطبيعة الحال تعاطيت معها بحيادية، لأن وظيفتي أنا ترجمت ما جاء في الكتاب باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية دون تصرف بطبيعة الحال، لأن المترجم عليه أن ينقل بأمانة يعني النص الأصلي لصاحبه. ولكن الأكيد أن هناك الكثير من المقالات التي أو الصفحات التي تتعلق بتاريخ الجزائر، لأن هذا الكتاب فيه هو كتاب متعدد يعني ليس فيه الكثير من المواضيع، يعني فيه مواضيع تتعلق بالجزائر بمستقبلها بماضيها بالطوائل غير ذلك، ولكن هناك كذلك رؤية باحث وهو البروفيسور شيتور لقضايا دولية أخرى تتعلق بالطاقة بالبترول بالمناخ بالعديد من هذه الأشياء، وكل هذه الأشياء تمت ترجمتها في جنبات هذا الكتاب نقلا من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، والهدف من ذلك ليس الطرف الفكري بطبيعة الحال، ولكن الهدف من ذلك تمكين جيل كامل من الشباب الذي لم يسعفه الحظ على تعلم اللغة الفرنسية لكي يتحصل على أفكار من جيل آخر أو جيل سابق كذلك لم يسعفه الحظ للدراسة باللغة العربية، لأن الكثير من إطارات الجزائر عاشوا المرحلة الاستعمارية ولم تكن لهم الفرصة لتعلم اللغة العربية، ولكن لا يمكن لذلك أن يطعن في وطنيتهم ولا في تفكيرهم، ولكن لابد أن نغتنم هذه الأفكار ونترجمها إلى اللغة العربية حتى نضمن الانتشار الواسع لهذه الأفكار في شبابنا الذين لم يتمكنوا. نعم، من سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أو بلغات أخرى، نحن هنا نتحدث عن مراجع وعن وثائق تاريخية أيضا. البروفيسور زمام، ما هي المراجع التي لجأتم إليها من خلال جمعكم لهذه الوثائق التاريخية الشفهية والمكتوبة؟ لا، هذه المراجع متاحة الآن
وقامت عائلة شعباني بوضعها في جزء كثير منها في اليوتيوب موجود، ولكن ولذلك احنا ترجمناها إلى اللغة العربية كتابة حتى نلفت الانتباه إلى وجود خطب، يعني الناس يرجع إليها. أما المقالات فهي موجودة هنا وهناك، جمعها الكثير من الباحثين، أردناها فقط أن تكون في حلة في حلة واحدة يعني مع بعض. العمل الكبير الجهد المضني قامت به العائلة وبعض المحبين. أنا في الحقيقة جئت في الأخير فقط، يعني جئت في الأخير قمت بهذا العمل المتواضع لكي يكون لأقربه للناس، يعني لم أفعل شيئا كثيرا. ما قصدته أنه كثير من الباحثين الجزائريين يلجؤون إلى الأرشيف الفرنسي من أجل الإضاءة على قضايا تاريخية جزائرية بحتة. في قضية محمد شعباني بالتحديد، كيف تعاطى الأرشيف الفرنسي معها؟ وهل هناك وثائق ربما لا تزال سرية أو مفقودة حول قضية محمد شعباني؟ الحقيقة محمد شعباني في العقود الأخيرة ظهرت حقائق كثيرة، يعني حقائق كثيرة، وقام الكثير من المناضلين الصادقين ومن عائلته كذلك خاصة أخوه، يعني قاموا بكشف هذه الحقائق وتكذيب بعض الدعايات. للأسف نحن في الجزائر الدعاية هي التي تعيش أحيانا عقود كثيرة. في كلامه مثلا الكلام الدعاية التي أطلقت في الستينات واستمرت إلى الثمانينات والتسعينات، قضية فصل الصحراء سوف نجد في الخطب بتاعه، لولا الولاية السادسة ولولا شعباني ورجال شعباني لنجح مشروع ديغول كما نجح في ضباط فرنسا الذين أدخلهم إلى الجزائر. لولا الولاية السادسة لفصلوا الصحراء عن الجزائر. فالرجل الذي كان العامل الأساسي في تفويت الفرص على ديغول أصبح هو المتهم. نفس الشيء في قضايا كثيرة جدا. شوف كاين بارادوكس هيستوريك هنايا. شعباني على سبيل المثال هو من بين الناس الذين حاربوا حقيقة فرنسا حقيقة، ولكن بعد الاستقلال هو كان يريد أن يبقى الفرنسيون في الجزائر، وقال في هذا الخطب نريد أن يبقى الفرنسيين المعلمين والأطباء والأساتذة بشرط أن يخلصوا للدولة الجزائرية الجديدة. في حين الذين لم يكونوا يحاربوا يعني فرنسا حربا حقيقية، هذو هم الذين قاموا ربما بترويع بعض الفرنسيين لكي يهاجروا. شوف هذاك البارادوكس، هذيك المفارقة التاريخية. من حارب في الاحتلال الفرنسي أراد أن يبقى الفرنسيون أطباء والمعلمين والآخرة، ومن كان نصيرا ومن كان محاربا لها في الظاهر هو الذي أراد أن يخرج هؤلاء الناس. بروفيسور زمام هنا يحيل إلى قضية كيفية كتابة التاريخ، أو من الذي يكتب التاريخ، أو هل هناك مصداقية كبيرة فيما يكتب من التاريخ مع القصص الكثيرة التي تصلنا عن أبطال الثورة أو حتى بعد الاستقلال؟ أمين بالعمري، هل تعتقد أنه ما كتب في السنوات الأخيرة وحتى في العقود الأخيرة يحمل جانبا كبيرا من الموضوعية، أم أنه خاضع لأهواء أشخاص كانوا منخرطين في هذه الأحداث التاريخية؟ أنا كل كما سبق وأطرحت السؤال على البروفيسور زمام عندما قلت هل تعاطيت مع هذا الكتاب بعاطفة أم بحيادية؟ الحيادية لا مكان لها عند الإنسان، يعني حتى الذين قاموا ببعض البطولات يعني التاريخية في ثورة نوفمبر ممكن أن يصاب الإنسان بوهن فكري، ممكن أن ينسى، ممكن أن يريد أن يزيد من الإثارة، ممكن. وعلى هذا أعتقد أن هذه المهمة هي مهمة المختصين في التاريخ، هم الذين عليهم تنقيح المذكرات المجاهدين الذين يعني في حقيقة الأمر أن الغالبية أو السواد الأعظم منهم لم يدخلوا مدارس، يعني على مستوى محدود من التعليم والثقافة، وبالتالي علينا مساعدتهم لاستخراج ما لديهم من معلومات ومادة لكتابة التاريخ يسمح لنا كما سبق وذكر البروفيسور زمام بمكافحة الإشاعة والدعاية، لأن الأهم الآن هو أن نقطع الطريق أمام الإشاعة. علينا أن نعطي للشباب يعني المستقبل يعني حقيقة الثورة كما هي. حتى أسماء تاريخية كبيرة أستاذ أو بروفيسور زمام طالتها تهمة إعدام العقيد شعباني، من بينها الرئيس الراحل هواري بومدين. شعباني في هذه الخطب والكلمات التي جمعتها، هل يشير بصيغة أو بأخرى ضمنيا أو مباشرة لأشخاص معينين وخلافاته معهم؟ لا، هو في الحقيقة هنا أشار بشكل عام أن هناك بعض الأشخاص تسربوا إلى الثورة الجزائرية
وأنهم لا يريدوا أن ينجح الاستفتاء في ذلك الوقت، وأنهم يريدوا أن يخطفوا يعني ثمرة الاستقلال. ولذلك قال أن لابد على الشعب أن يلتف بقيادته العسكرية، ولابد أن الشعب أن يكون واعيا بما يحاك له. هو كان واعي بأن هناك مؤامرة، كان يعلم أن هناك تغلغل معين في جهات معينة، وهذا موجود الكلام، وكان يعلم أن القوة الحقيقية، كان يريد يدفع النحو الإيجاب، يعني أن القوة الحقيقية التي تستطيع أن تفوت هذه الفرصة هو الشعب. طبعا إذا كان الشعب واعيا بذلك يعني وعنده معلومات وملتف حول قيادته، أشار إلى بعض الأشياء، ولكن هو لم يكن يدري. لو علم ما كان يعني يخفيه الغيب، يعني ربما كان قام بأشياء أخرى، ولكن كان يعلم أن هناك شيء معين يحاك فحسب المرحلة. مرحلة كان مرحلة قبل الاستفتاء، وكان مرحلة بعد ذلك، وكان وتحدث مع إطارته، وكان طبعا هو هناك لم يكن يخاف فقط من المتآمرين، كان يخاف كذلك من نفسيات الإطارات الجزائرية، فكان يوجه خطاب تحسيس الإطارات. هو يعلم أن قال الإطار الجزائري لابد أن يكون جزائريا، وتكلم قال مش يجيك واحد شيخ واحد شاب هما عانوا من الاستعمار وانت تتعامل معه بنوع من الغلظة. هو كان ينبه، كان يخاف على الجزائر من إطاراتها، من المسؤولين الذين سوف يتعاملون مع هذا الشعب معاملة قاسية فظة غليظة. ولذلك الشعب الجزائري فيما بعد لما ابتكر كلمة الحجرة ما كان الشعب يعني مخطئ، يعني كان يعلم ذلك. سلامين بالعمري، ككاتب وصحفي ومتابع للشأن التاريخي والسياسي أيضا، هل تعتقد أنه كثير من الحقائق التاريخية لو ظهرت في هذه الأيام أو حتى في الزمن القادم على المستوى، أتحدث عن السنوات القليلة القادمة، من وسعه أن يؤثر على الوحدة الوطنية؟ أعتقد أننا اليوم ونحن نحيي الذكرى 62 لثورة أول نوفمبر المجيدة التي تعتبر بفعل هي إسمنت وحدتنا الوطنية، لا يمكن أن نقلل من شأن هذه ممكن التصريحات أو الإشاعات أو إلى غير ذلك في تأثير ليس على الوحدة الوطنية ولكن على المزاج العام للشعب الجزائري، ممكن أو على تشويه يعني أشخاص أو بطولات أو إلى غير ذلك، ولكن لا يمكنها أن تصل إلى حد تهديد الوحدة الوطنية الجزائرية، لأن الوحدة الوطنية الجزائرية أعتقد أنها لم تتأثر يوما ما رغم ما يثار هنا وهناك من أجل إثارة النعرات الجهوية أو العرقية أو محاولة يعني إدخال الجزائر في متاهات يعني هي في غنى عنها بما يحدث في دول أخرى، يعني في إطار المناكفة بين السنة أو الشيعة إلى غير ذلك. ولكن أعتقد أننا لدينا يعني قواعد يعني ومرجعيات لابد علينا من الحفاظ عليها، ولكن لابد علينا كذلك من تفعيلها حتى يعني نضمن يعني ألا تمس وحدتنا الوطنية. اسمح لي سي رشدي، ولكن أغتنم من هذا البلاطو كذلك يعني ما حصل مثلا مؤخرا في المواشقات الكلامية بين بعض المجاهدين، يعني وهذا الشيء يعني حقيقة يسيء إلى الثورة الجزائرية، ولكن يشوش أفكار الشباب ويعني ويعطيهم انطباع سيء على الثورة على الثورة الجزائرية. يعني سيد بروفيسور زمام، هل قلنا كل شيء؟ هل قال المؤرخ الجزائري؟ هل قالت عائلة محمد شعباني كل شيء عن قضية العقيد شعباني؟ العائلة قالت الكثير من الأشياء، ولكن المهم أنها تصل بطريقة صحيحة، ونشكر الشروق والقناة الخبر وكثير من القنوات اللي أوصلت هذا الكلام. يعني الحقيقة أن أي دولة تخاف من الخبر الصحيح ليست دولة حقيقة، وإذا وجد أشخاص يخافون من الحقائق دليل أن هؤلاء الأشخاص مكانهم ليس في الدولة، بل مكانهم ربما في السجون أو خارج الدولة. الحقيقة لا ترعب إلا اللصوص وإلا سارقي الثورة، سارقي الاستقلال، الفاسدين. فالمؤرخون في الحقيقة يحاولون أن يقولوا الكثير من الأشياء، ولكن للأسف هناك بعض الموانع وبعض العوائق، وهناك نوع من الوصاية. يعني السياسي يريد أن يهيمن على كل شيء، يريد أن يجعل الكاتب لا يكتب والعالم لا يتحدث. لماذا؟ باسم أوهام معينة، أوهام الوطنية والآخرة. لا، الدولة التي لا تبنى على الصراحة وعلى المصارحة والتي لا تسمح فيها الحقائق واضحة للناس، فإن إذا أخفينا نحن الحقائق اليوم سيأتي من يسربها غدا يعني،
وأنا أفضل أن يكون كل شيء في العلن أفضل من أن يكون كل شيء في الخفاء. ونحن في مرحلة حاسمة، الأساس هو المصارحة، وكل شخص يجد في نفسه عيبا أو نقصا أو سوءا في ماضيه الأفضل أن يبتعد. لماذا؟ لأنه إذا لم يبتعد سيأتي من يبعده، ونتمنى أن يبتعد هؤلاء الأشخاص بأنفسهم أفضل من يأتي الشباب بطريقة بحركة غير متزنة. هذا ما نتمناه، نتمنى ذلك يعني. نتمنى ذلك جميعا. شكرا. في سؤال أخير أمين بالعمري، هل تعتقد أن الجيل الجديد من الجزائريين خصوصا الشباب المنفتحين على 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 نوافذ عولمة وعلى تكنولوجيات الحديثة وعلى كثير من الحكايات غير التاريخية المتعلقة بالثورة التاريخية الثورة الجزائرية يؤمنون بهذه الكتب، يقرؤون هذه الكتب، يتفاعلون مع كتاب البروفيسور شمس الدين شيتور مثلا أو كتاب البروفيسور زمام حول العقيد شعباني؟ قبل أن أجيبك على السؤال أود أن أعود إلى ما قاله البروفيسور زمام عندما قال لابد أن تظهر كل حقيقة. أعتقد أن إظهار كل حقيقة في بعض المرات ممكن أن يحدث شيء من الاختلالات، لأن حتى في القرآن الكريم يقول في النص القرآني المقدس لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني حتى في القرآن هناك تحفظ يعني على بعض الأشياء. حتى في أكبر الدول في هذا العالم لا يقال كل شيء، مستحيل أن يقال كل شيء. هل مثلا يصرح مسؤول أمريكي رفيع أن مثلا داعش هو صنيعة المخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية أو إلى غير ذلك؟ هذا هناك أشياء لا يمكن أن تقال، لأنها يمكن أن تصيب يعني شعب بأكمله بصدمة، ممكن أن تؤدي إلى تفكيك مجتمع، ممكن أن تؤدي إلى تفكيك دولة بأكملها. وعلى هذا لا يمكن أن نقول كل الحقيقة، ولكن لا يمكن أن نقول كذلك نصف الحقيقة. لابد من اختيار الزمن والمكان المناسب لقول هذه الحقيقة. بالعودة إلى سؤالكم حول الشباب، هل يقرؤون لبروفيسور شيتور أو إلى غيرهم من المؤرخين أو الباحثين؟ أعتقد أن وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الإنترنت إلى غير ذلك ووسائل التواصل الاجتماعي أخذت بال وتفكير الشباب إلى شيء آخر خارج مجال الكتب والمطالعة، ولكن لابد أن نقول شيء كذلك إنصافا لأولئك الشباب، لأن الكثير يلقي باللائمة على الشباب أنه شباب لا يقرأ، شباب غير مسؤول، وهذا غير صحيح. ولقد أثبتت الكثير من الأحداث سواء في الجزائر أو في خارجها أن هناك شباب واعي، هناك شباب مسؤول. ممكن أن نعطي مثالا على ذلك، عندما أجريت مقابلة فلسطين مع الجزائر لاحظنا كيف أن الشباب الجزائري الذي يعطي انطباعا آخر عن شكله وعن، ولكن عندما تعلق الأمر بقضية أمة، قضية مصرية، قضية فلسطين، اصطفى على 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 صوت رجل واحد في تشجيع الفريق الفلسطيني. نعم. في سؤال أخير بروفيسور زمام، الجامعة الجزائرية هل هي على قدر التاريخ الجزائري؟ هل أنصفت التاريخ الجزائري أم أنها معطلة في كتابة التاريخ؟ الجامعة تقوم بأعمال كبيرة جدا بالحقيقة من أجل أن تنوير المجتمع، من أجل إعادة كتابة التاريخ وتصحيح. الحلقة المفقودة هي من يتوسط الجامعة والمجتمع، وهذا دور الصحفيين المعلميين. كتاب الكلمة الأخيرة للعقيد محمد شعباني إلى الشعب الجزائري، جمع وتصفيف البروفيسور نور الدين زمام، تجدونه في المكتبات الجزائرية بعد الصالون الدولي للكتاب. أيضا من أجل الجزائر وفية لتاريخها ومفتونة بالمستقبل للبروفيسور شمس الدين شيتور، ترجمت أمين بالعمري. شكرا جزيلا لحضوركما معي في عدد اليوم، لأن الحلقة تبث بعد التوقيع. أمين بالعمري، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا جزيلا بروفيسور على حضوركما معي. كانت هذه حلقة أقلام الصالون عن التاريخ وعن كتابة التاريخ وعن البروفيسور أو عن الشهيد شعباني والبروفيسور شيتور. شكرا جزيلا على متابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في موعد آخر.